دلعنيك تاخد عيني كمان حبيبي قرب بص وبص بص زعلان ازعل ازعل نط نط لحسن هبعد ابعد اهوي نص وحدك انت اكيد. كان الحضور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بصمة خاصة هذه السنة، لا سيما وإن مشاركتها أضافت أجواء مميزة على الحفل الذي شارك به عدد كبير من نجوم العالم الذين رقصوا وغنوا مع نانسي عجرم. إلا أن ما حصل بين نانسي وعارضة الأزياء الأمريكية الإيرانية مهلا جابري كان لافتا وتصدر حديث الجمهور. وفي التفاصيل، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أجواء الحفل ظهرت فيه نانسي وهي تغني آه ونص، وظهرت مهلا جابري في الفيديو وهي تحاول الاقتراب من نانسي والرقص إلى جانبها، إلا أن الأخيرة تجاهلتها تماما وانتقلت إلى مكان آخر. كما ظهرت مهلا جابري في الفيديو وعلامات الاستعجاب والانحراج واضحة على وجهها، الأمر الذي أثار تفاعلا كبير من رواد التواصل الاجتماعي. وجاء في التعليقات: نانسي واضح سوت انسحاب تكتيكي، وبعض الحريم ما تحب تشوف واحدة أحلى منها ويمكن ما تعرفها أصلا، وبس واضح نانسي عجرم ما استمتعت بوجودها.